كأول مبنى عالي في مصر على نمط المباني العالية أو ناطحات السحاب في أمريكا، ولذلك ده تعمل أعلى مبنى في القاهرة وفي مصر كلها. وقبل ما تتعمل مباني عالية في دبي أو في السعودية أو حاجة، هو بقاله كم سنة في رخصته؟ من سنة 74 وابتدينا نعمل جراشات تحت الأرض. كان مفروض إن هيتعمل 7 أدوار تحت الأرض جراش، والارتفاع 53 طابق، متاخد على رخصتين، رخصة 9 أدوار والرخصة الثانية 45، باعتبار إنه هو زي كأنه مبنى على النيل، لأنه قدامه نادي الجزيرة، فضاء كله. عشان خاطر خرسانة تبقى مظبوطة عملت أول محطة للخرسانة الجاهزة في مصر، كانت في صلاح سالم، ونقلها كان بتراك ميكسرز حديثة بتنقل خرسانة لأول مرة في مصر. ثم ده في أواخر السبعينات حاولنا نتناقش وبتاع، قالوا لا، هنا في القاهرة لا نسمح إلا بدور واحد تحت الأرض. وبالتالي يعني بعد عدة مناقشات قررت، قلت خلاص نسحب الكلام ده، وتقدمت بطلب لمحافظة القاهرة عن طريق الاستشاري الإنشائي بتاعنا، كان في ذلك الوقت الدكتور أحمد محرم وزير الإسكان الأسبق، وتناقشت مع مختلف أجهزة المرافق العامة، وعرضت على مجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي قرر أنه يعمل جراش تحت الشارعين المحيطين بالمبنى، شارع الجزيرة وشارع حسن صدر. وابتديت على اعتبار حنعمل الجراش ده، فقم حركة المرور قعدت تزايدت وما ادوناش الترخيص المطلوب لعمل تحت الشارعين، فتقدمت بطلب للمحافظ اللي كان موجود في ذلك عبد الرحيم شحاتة في ذلك الوقت، قلت له شارع الجزيرة بقى كثافه المرور فيه عالية، فنعمل حارة واحدة في شارع حسن صبري وحارة تانية في شارع بهاء الدين قلقوش، يعني في محيط حديقة الأسماك من بره في الشارعين. السيد نائب المحافظ اللواء محمد أيمن للمنطقة الغربية في رأيه أن يتعمل جراش، نتحمل جراش لنا حتة على مساحة 4000-5000 متر تحت الأرض من غير ما تضايق النادي في أرض الجول، وفي نفس الوقت نعمل لهم ضعف المساحة للنادي كجراش في المدخل على يمين المدخل الرئيسي للنادي. هم محتاجين جراش، يعني نعمله على حسابنا. لكن أنا مش مستعد أخش في مناقشات مع النادي وأعضاء النادي والكلام ده، وما زال الجدل دائر هناك. لكن أنا عندي قناعة أن اللي هو محمد أيمن بمثابرته وإنه عايز يعمل حاجة تفيد النادي نادي الشرطة والمنطقة، كمسطح باركينج كبير يتعمل بتاع 8000-10000 متر تحت الأرض، تفيد تحت الأرض زي الدنيا كلها ما بتعمل.